بسم الله. شكون يبغى لاتيزا؟ شربوا تاتوما نخوي لكم بيتو اتاي. واش درتي هنايا؟ دهنت المول بالزبده. التحضيرات الاوليه قبل ما نبداو الكيكه، دهنوا هذا المول بالزبده ورشاتو بالدقيق، وغنديروا دابا في الثلاجه باش يبقى بارد. او الشور ديال الحامض ها ديال البرتقال تتحك فيهم، وعصروا الليمون والحامض هاهم مجدين، وغادي نبداو على بركه الله. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده بهذا النهار. يا ربي باركين ما علينا، ما بينا كاين البرد مكبطين، انا واختي وكنتها تنضحكوا حتى شويه، نطي تعمريتين نطي تعمريتين، قلنا يلا نوضوا نعمروتين نديروا مع واحد الكيكه. اختي غتشارك معكم واحد الكيكه زوينه، قالت لي كطلع ليها دغيا بفرينه ديال الدار، وغنشاركوا معكم كل شيء. يلا خليكم معنا، فرجتكم ممتعه، غتعجبكم كاملين ان شاء الله. يلا خديجه بسم الله. ها انتم شوفوا معايا مكونات شنو هما. السلام عليكم، غندير لك ديال امي. سلمتي عليهم. السلام عليكم المشاهدين، لاباس بخير؟ ها انتم دارت ربعه البيضات. شنو غديري ثاني؟ السنيده. غدير السنيده، تعمر واحد الكاس باش نعمرو بزاف. تعمريش بزاف؟ ما عمرش الكاس ديال العنبه. شتو يلا سير. اوكي ها هي خوات الكاس ديال السنيده، وغطربوا دابا مع البيض. صافي هنا طربات مزيان هذاك البيض مع سنيده. شنو درتي دابا؟ قرصه ديال الملح. دارت واحد القريصه ديال الملح، الزيت كاس مع عامر، كاس مع عامرش ديال زيت الزيتون، الخل معلقه كبيره، معلقه كبيره عامر ديال الخل. صافي وغطحن كلشي، وغضيف واحد الكاس ديال العصير ديال البرتقال، دائما ديال العنبه باش عبرات في الاول، وغتخليها تستعمر في الخلط. وهنا غدير واحد جوج ساشيات ديال الخماره ديال الحلويات، اولا بيكن باودر ديال الزا كما تشوفوا معايا هنايا. هنا كما شفتوا كان مبرزتنا، دارت غير الكاس ديال العصير ديال البرتقال ديال العنبه باش كانت تعبر، ودارت هنا جوج خمارات ديال الحلوى مع شويه ديال الدقيق. هي بزايد ديال نص كاس ديال الحامض، قشره حامض ديال الليمونه محكوكه، وقشور ديال البرتقاله محكوكه. صافي سمحوا لي، دقات عليا واحد المتتبعه جات خرجت عندها كيف ما قالت لكم هنايا، الراس ديال الخميره حبوب، الراس ديال قالت لكم السر ديال هاد الكيكه هذه اولا التورته، واحد شويه الراس ديال معلقه صغيره ديال خميره فوريه حبيبات. صافي وخلاص، راه قلت لكم هنايا الحامض ها هو، والقشور ديال البرتقاله هما، وغنضيف كلشي هنايا وشعلنا الفران ياك. صافي دابا غنضيف الدقيق. شحال ديال الدقيق؟ طحينه انا على حسب الخليط. حسب الخليط سيري نشوفوا شحال حسب الخليط. شحال تقريبا انا درت شي كاس هذا ما كامل دابا بحال كاس مع عامر دابا اللي درت ديال العنبه، دابا بحال كاس مع عامر. المهم انا دابا غندير كاس اخر. اوكي بحال جوج كيسان دابا ديال العنبه، دارت الكاس الاول وهذا الثاني. غير عطات تخاطف معاك بحال امي تزرب عليا. ها الكاس الثالث دابا دارته، يعني ثلاثه الكيسان هنا. صافي وغتزيد واحد نص كاس، ها انتم شفتوا، يعني دارت مجموع ثلاثه الكيسان ونص، وغادي تخلط كلشي بلاص باتيل هنايا كيف ما غتشوفوا. صافي خوات كلشي هنا دابا، صافي هنا من بعد ما خوات الكاس، وغدير دابا العصير ديال نص كاس ديال الحامض هو الاخر تتخليه. شوفوا كي تبدا تفيض دغيا لان تيخمرها، خليه هو الاخر باش ما تفايضش لكم، نقلبوها بالعكس، تخلطها مزيان من تحت لفوق. صافي غنجيب لك المول دابا، فرانا شاعل سخون. ها هي طلعت، لا لا الحمار دغيا. صافي وغتخوي دابا كلشي هنايا في المول، ها معلياه الفوق باش تينزل كاع دوك الفقاعات تيخرجوا، وتخرج كاع داك الهواء اللي فيها. هاد المول يمكن ديال 28 القطر ديالو باش تعرفوا القياس. صافي غندخلها دابا الفران على درجه حراره 180، الفران ديال الضو، ونوريها لكم من بعد. شحال ديال الوقت؟ 25 دقيقه حتى 30 كاع، 25 ولا 30 دقيقه. يلا سير على الله. على بال ما توجد لينا الكيكه، توحشت لي تيزان ديالي،
مع كنشربوا اتاي. الا المغاربه راكم عرفتوا اتاي الصباح العشيه ورا الغداء في اي وقت. وما عمرو بريدي ديال اتاي ها هو هنايا باش غادي يشربوا بالبركة. انا قلت لي بغا ندير لي تيزان ديالي. شديت هنايا بقى هادشي اللي لقيت عند امي في الدار يازير، واحد العريش ديال يازير ها هو غنديرو هنايا. والزيتون وريقات ديال الزيتون حتى هما واحد شويه، وشويه ديال لويزا ها هي صافي، وشويه ديال سكينجبير ها هو. غنقطعو طريفات، مغاديش نحكو في هاد الحاله هادي، غادي غنقطعو طريفات صغيرين وغادي نديرو حتى هو مع هادشي بالشكل هذا. غنوضع كلشي هنايا، هادي ديال لويزا والحامض. غنجيب واحد الحامضه غنقطعها حتى هي طرونشات، غنديرهاش كلها، غندير غير النص ديالها باش غادي ندير حتى البرتقال. ما توحشت هادشي كاع، كلشي كنديرو فاش كنت في ايطاليا كيعجبوني مولفه كنديرهم، وغنديرهم حتى هنايا ما خاص والو على العدل. شي مرات كنعجبها. غندير حتى هادو طريفات ديال البرتقال وطريفات ديال الحامض. لو كان ما كانتش الكيكه غندير حتى طريفات ديال التفاح كيجيو فيهم زوينين. تديروا طريفات هنا ديال التفاح وتيطيبوا. ولا عرفتي تمشاركها معكم، هذه هي التيزان ديال شربوا كل، يعني كتشربوا لا تيزان سخونه والطريفات ديال التفاح كديرهم شويه طبيصير كنخليهم غلاضي طوال تتهزهم وتاكلهم بالفرشيطه كيكونوا طابو زوينين كيجيو صافي. وغندير هنا حتى البرتقال هكا، وغنجيب الماء راه غليته مزيان. هنا المقراج طاب ليا مزيان، تندير الماء. اللي بغات دير زعفران ممكن ديروه هنايا الا بغات، ولا دير كركم الا عندكم. ما عنديش هنايا تندير فيها الكركم هذاك الخرقوم طري تنحكو حتى هو، ولا نديرو طرونشات تنديروه هنايا ماشي مشكل الا ما كانش. وغادي نشعل عليها النار هنايا صافي صافي تنشعل عليه وغنخليه تما حتى تيبدا يغلي واحد شويه، وغادي نطفي عليه النار. هنا صافي لا تيزان وجدات، غنطفي عليها غنخليها هنا واحد شويه على بال ما نخرجوا الطورطه من الفران. هنا عندي واحد شويه ديال القرنفل، عندي واحد الحامضه، وغندير واحد لاتيزان زوينه كتستنشقوها وكتحيد لكم كاع اللي حلقها مجروح ضاربها البرد ولا شي حاجه. والله الا عن تجربه درتها لجاكومو راه شاركتها معكم في تيك توك الاخوات اللي متبعتني. والله الا جاكومو بعدا راه حيدات لي، كان حلقهم دبوح داك النهار قال لي ما بقاش دارني. ها انتم عندي هنا واحد الحبيبه ديال القرنفل غنخليهم هنايا وتشدوا، يا اما حامضه ولا برتقاله. انا فاش هو براتو درتها بالحامضه، غنشدها وغادي نحاول نقسمها على جوج هكا، وغنشدها غادي ندير ليها هنايا عويدات ديال القرنفل بهذا الشكل هذا حتى هو زوين لهذا الريح صافي. وغنجيب دابا كيوغدو ما عرفتش ندير امي ها هما عويدات ديال السنان هكا اربعه كل واحد. غادي نحاول نحطو دابا هاد الليمونه كي كتكون مفرعه هكا واحد داك اللب ديالها، واحد كندير فيه القرنفل وواحد غندير فيه سميتها هذا الكيوغدو هاك نشوف باش يجيوني مقادين باش شدو ليها التوازن ديالها صافي. وغادي نجيب الجهه الاخرى اللي فوقها هكا، غادي نوضعها ليها هنا رسول الله. وغادي نحاول نقادها من التحت باش تقاد ليها الجلسه باش تجي مزيانه هكا صافي. وغنجيب واحد الشميعه وغنشعلها غنديرها هنايا منها ديكور تتشوفوها زوينه. طفوا الضو كاع ديروها تحطوها حداكم في الطبيله ديال العشاء هكا، ومنها داك الحامض تيبدا بحال بحال كتشعل فيه العافيه وتتبخروا به وتطلع معكم ديك الريحه كتدخل لكم نيوبكم كدوز لكم الحلقه ديالكم زوينه. هانتوما شفتوا، وانا خليت لها الوريقات عند هاد الحامض جابته لي اختي ديال الجريده ديالها نايض عندها وبقى بالوريقات ديالو خليتهم. او الطرطه وجدات حتى هي ها هي ها باقا سخونه ياك سخونه شفتوا ما شاء الله. غنخليوها حتى تبرد وغنقلبوها ونوريوها لكم من التحت ديالها. هنا غنقلبها الزيت هكا سخونه. كي زوينه كي بالها شفتوا شحال زوينه ما شاء الله. هانتوما نشدها دابا غادي ندير لها عاوتاني طبيصيل هكا غنقلبها حتى تفوم بعدا غنديروها هنا ما شاء الله. وريوها لي سخونه ها قطعه سخونه ها انتم شوفوا معايا الموس تيمشي فيها تيجري ما شاء الله. راه عاد دقيق ديال الدار ديال القمح
شوفوا ما شاء الله سخونه، خرجها قدام الدار تتبرد مزيان عاد ندخلها ناكلوها. تمنينا الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، هذه الكيكه تجربوها راه خفيفه كتدوب، شوفوا كيفاش كترعد، شوفوها ما شاء الله، شوفوا شحال طيبه. شجعتكم القناه وما تنساوش هذه، ها منها ترومانساو ومنها تبراو. الرومانسيه الصحه هنايا، تفضلوا كلهم كتبان رائعه. يلا شكرا لكم على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله، ما تنساوش لايك وبارطاج.